السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. هذا الفيديو ان شاء الله البنات اللي غادي نحط لكم كنت مصوره في السمانه اللي فاتت، يعني المده هادي، ولكن للاسف جاء وفات ام صديقتي واختي سناء اكلان ديكم مودر، داكشي علاش ما بقيتش حطيتو لكم. لهذا جيت ندير لكم هذا المقدمه هذه غير باش نشرح لكم شنو كاين. للاسف تلقينا خبر الوفاه ديال الام ديالها، كان يوم الخميس بحال اليوم بالضبط، ماتت مسكينه مع الصباح. كان خبر موتها كالصاعقه، لان يعني الام ديالها مازال صغيره، يلا في بدايه ديال الخمسينات تقريبا العمر ديالها، تكون ديك 50 عام هكاك. كانت مريضه ديجا، قلت لكم في الفيديو دعوا معها، ولكن للاسف كتب عليها سيدي ربي انها صافي تموت. جات ساعتها كيف تنقولوا موتها. صراحه كان مؤلم بزاف لينا والعائله كاملين. لهذا بغيتكم البنات تدعوا معها بالرحمه والمغفره يا ربي، وتدعوا مع بنتها بالصبر، لانها ما صبرش. كي كتقول هي مسكينه، كلمه واحده اللي كتقول اللي كاينه فمها كتقول لك تشويت على مولتي. كنطلبوا ربي يرزقها الصبر، والله يمدل محبتها بالصبر، والله يرحم ليها مولتها يا ربي. صراحه موت الوالدين ما سهلش، وكي كيقولوا ما كيحس به غير اللي مجروح. هادي كنا ليها ما عرفنا شنو كنا امتى غادي توصل، ولكن الفرق تيكون حار وكيكون خصوصا في الوالدين. درت هاد المقدمه هادي غير باش نشرح لكم السبب ديال الغياب ديالي هاد المده، لان احتراما للموت ديالها ما جاتش انني نحط فيديو. وانا من داك النوع اللي كي كنقولوا كنعيش كل لحظه، يعني مقلقه او حزينه ما يمكنش نهز الكاميرا ونصور فيديو نهائيا، ما يمكنش. انا هنايا جايه نتقاسم معكم الحوايج الزوينين اللي غيفيدوكم باش نهز الكاميرا ونمشي نقول لكم شنو كاين شنو كاين ونصور. للاسف كيف ما الاكثريه كيديروا ما نقدرش، ممكن شي حوايج ما كيتصوروش. واحتراما لهاد السيده، كي قلت لكم الفيديو ديجا مصوره قبل، ولكن احتراما للموت ديال الام سناء ما جاتنيش انا نحط شي فيديو. داكشي علاش غبت غير هاد المده هادي ديال الاسبوع، بين ما شويه غير الخاطر شويه هذا باش ندير لكم المونتاج. عاد ديك الساعه ان شاء الله نحاول نرجع للسيستم القديم ديال نهاريا نهار لا، اولا على الاقل ثلاثه الفيديوهات في الاسبوع. هذا ما كان، هذا غير مجرد واحد التفسير بسيط، ونخليكم دابا مع الفيديو. كان افتتاح ديال محل يسرى مود من بعد واحد المده ديال السدان اللي كانت ساده بحكم الوضعيه اللي كيعيشها البلاد. فالحمد لله حلت، دابا رجعت حلت المحل ديالها، وكان هذا يوم الافتتاح. هنايا غنبارطاجي معكم بعض الملابس اللي كاينين ديال الكرا، من بينهم هذا القفطان هذا اللي جديد عندها، وغنبارطاجي معكم كذلك جليلبات اللي دايرهم للعيد، الثمن جد مناسب. حتى في الكرا هادو كلهم اللي كتشوفوا البنات راه ديال الكرا، حتى هاد اللبسه ديال الشلحه، ديك التكشيطه اللي وريتكم، هذيك القفطان بلوتو هذاك البيج، ديك الاخرى اللي وريتكم، وهذه البنات جليليبه من بين الجليلبات اللي قلت لكم عندها ديال البيع. كما كتشوفوها كتجي هكا سامبل، وفيها طريزه في الصدر، وكاينه كذلك في الكمام، كاينه هذه اللي في هذا الموف هكا، وكتجي فيها حتى هي ديك طريزه اولا ها طريزه باللوينات، وكتجي هكا مبطنه في الكم، تقدروا تطلقوا لكم بحال هكا كيف ما تقدروا تطويو، وكتجي كي قلت لكم مبطنه. داك اللون اللي كاين في الكمام هو اللي مبطن به القم. كاينه كذلك هذيك اللي موراها، تقريبا راه جايبه موديل في كل وحده. عجبني الثمن ديالهم البنات، اللي كان زعما صراحه صدمه بالنسبه ليا. الثمن كان هو 250 درهم، عندها شكيلات وعندها لوينات مختلفين. موديل كاين السيك في الاخر، هذا حتى هو كيجي هكا مبطن في الكم بنفس اللون باش مطروزه الجلابه. كاين كذلك هذا حتى هو هذا كيجي مطروز هكا طرز عادي. كاين الاخر كيجي طرز ديال الكمبيوتر، كيجي بحال الشكل ديال ما عقلتش هذاك النوع ديال الطرزه شنو تيقولوا لي.
المهم ما يمكنش زعما ما تلقاوش موديل اللي غادي يعجبكم. حتى اللوينات صراحه اللي مستعملين لوينات زويونين، كيجيو مواتين بعض مع بعضياتهم، وديال هاد الوقت جليبات خفاف تقدروا تلبسوهم هكا بلديين يعني مع بليغا، ولا عصريين مع سنيضيله، كيف ما تقدروا تلبسوهم سبور. يعني كاين موديلات اللي غايجيو مع السبرديله يجيو الشكل ديالهم غزيول بزاف. هنايا حاولت البنت توريكم حسنة مشكورة، توريكم كامل الموديلات اللي كاينين، هانتوما شفتوا اللوينات باش مخدومين، وراه الواقع احسن بكثير من الكاميرا. الواقع كيبانوا اللوينات ناصعين، وتيبان الشكل ديالهم. هنايا البنات غادي نوريكم هادي تكشيطه اللي كتجي كلها مخدومه باليد. هنايا اللي كتشوفوا راه اللور ديال التكشيطه، يعني كتجي فيها في اللور واحد الفتحه. نفس الرشمه غنحاول نوريها لكم من الجهه الاخرى، حيت هنايا كاين الضوء ما كانش كتبان مزيان. نفس الزواقه مخدومه بها من القدام. هذه تكشيطه البنات كتجي 3 بيس مخدومه بالبرونز، منبته كذلك بالحجر، يعني كلها الخدمه كلها باليد. وكما قلت لكم كتجي 3 بيس، الشكل ديالها زوين. لي طاير عندها كاع لي طاير البنات، بالنسبه سوا غليظه رقيقه كيف ما كنتو. وهاد الجليليبه هادي حتى هي غزاله، حمقاتني الشكل ديالها فنيون. كتجي هكا في الكمام، الا شفتوها تقولوا دو بياس، كيجيو فيها جوج كميمات. انا حاولت هنايا باش نوريكم، هي في البيج، واحد البيج اللون ديالو زوين ومخدومه باللوينات. وداك اللون اللي قلت لكم كيجي في الكم هو باش القب، وهو باش مخدومه. الصراحه الشكل ديالها زوين زوين زوين. هنايا ها هي لبستها لكم حسنة، دات لينا موديل اليوم باش تبان. وغنعاود نقول لكم مره اخرى باللي الكاميرا ما عطاتهاش حقها، ما جاتش اللبسه باينه مزيان، ما جاوش اللون خارجين. انا هاد الموديل هذا حمقني، وخصوصا هادي جليلبه هكا رويقيه خفيفه زوينه ديال هاد الوقت، و 250 درهم، حاجه اللي غزاله بزاف بزاف. دائما في التكاشط هادو اللي وريتكم، التكاشط كلهم والقفاطن كلهم بالكرا، بطبيعه الحال كاينين بزاف لي موديل الاخرين، ما يمكنش نوريكم المحل كامل. تقدروا تمشيو عندها، هي غتنعت لكم بالضبط فين كاينه. هادي حتى هي كتجي كلها مخدومه حتى هي باليد، الرشمه اللي فيها في القدام هي اللي فيها في الكمام، وهي اللي فيها في الجلايل في الجناب. الشكل ديالها زويون، وكتجي كلها منبته. واللوينات كاين واحد لوشوا كبير. ها هي هنايا حاولت باش نحط لكم النمره ديال التليفون ديالها والعنوان. البنات راه كاينه في التشايره، ما عندكم فين تجلاو. الا كنتو جايين من جهه السويقه اللي معروفه ديال التشايره فين كاينه كتبيه، وهذا هي هذا الاتجاه اللي كنصور لكم دابا، تما فين بقات السويقه غادي تمو جايين نيشان، غتردوا البال اون فوا توصلوا لهذا البوتيك ديال سلامي، راه هي اون فاس معاه. هنايا صورت لكم البوفي ديال الافتتاح، علاش؟ لان نجاة الجليس هي اللي كانت خدمت لها سواء المالح او الحلو، لهذا قلت ضروري نصور لكم باش تشوفوا هكا لي موديل. كانت يلاه جابتو صراحه، باقي كاع ما قدتهم، باقي راه كيف ما كتشوفوا كلشي باقي مأومبالي. دارت لها شكيلات غزالين، والبنه عرفتي اللي داق البوفي هاد النهار عجبو بشهادة الجميع، تبارك الله عليها. ما عندي ما نقول الصراحة، زعما تحمر لكم وجهكم الا عندكم شي مناسبة، او الا عندكم ضيف تعولوا عليها. المهم البنات دخلت، اول حاجة ان شاء الله غنبارطاجي معكم شنو خديت في السفر، ماشي شي حاجة تسمع شنو خديت في السفر، لان الباساج ديالي ما كانش زعما ما كان في حتى شي بلاصة ابار بيم. علاش؟ حيت جات في طريقي دغيا، خطفت ميم با 10 دقائق، خطفت غير شي حوايج وخرجت. مهم توصلت بهذا العطور ديال الذهبي للعطور، راه الناس ديال الانستغرام عارفيني دائما هادو هما اللي كنستعمل سواء في الدار في الفراش، اولا باش نعطر الحمامات اولا الطوموبيل. المهم هادو طوب، غنقول لكم اللي مجربين، كاين اللي مجربه كاين هاد احساس الريحه ديالو غزاله 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 بزاف، كون غير داروا شي لعبه كتوصل لي بارفان تشموهم. هاد احساس الناس اللي ما تيبغيوش ريحه العود وريحه المسك ودوك الروائح وريحه البخور، عليكم بهذا الاحساس. الريحه ديالو بحال شي بارفان واعره واعره واعره، انا هذا الاحساس كتحمقني عندهم.
كاينه هاد الصابنيه داك المعطر اللي معروف ديال الصحراء، هذا تقريبا بحاله، حتى هو بعيد نوعا ما على العطور، على البخور والمسك وهذا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو البخور او لا ريحه العود، كاين هذا واعر ريحه العود، ولكن داك العود اللي ما تيضرش في الراس، هذا العود الذهبي. هذه صابنيه وهادو احساس، انا نقول لكم هادو كانوا المفضلين عندي. هذا معطر الشهامه ديال عود مود، هذا اش نقول لكم، هذا ريحه عود مود. الناس اللي كيعرفوا عود مود، هذا ريحته ديال عود مود بالضبط، عرفتي بالضبط. انا نوريكم هاد المره شنو توصلت من عنده. هانتوما كيجيكم واحد الكوفخي داير بحال هكا، فيه هاد التيكي هادي. المهم كتلقاو فيها هنايا النمره ديالهم، بلوتو ديال الواتساب، الانستغرام، الفيسبوك والتيك توك، كلهم داخلين بالذهبي بيرفيومز. اول حاجه عندي هنايا ثلاثه ديال الخدوي غادي نجبدوهم، وغنخلي لكم البنات الانستغرام كيديروا لا ليفريزون في جميع المدن في المغرب، والناس اكادير راه كيوصل لكم حتى لعندكم. اول واحد هو هاد عود وود، هو هذا ديجا اللي قلت لكم كاين عندي. هادي نقدر نقول لكم الفلاكو الثالثه ولا معطر الرابعه اللي كنستعمل، وتوصلت بها عاوتاني مره اخرى. الفرق اللي كاين بينها وبين هادي هو في هاد اللقطة. نورمالمون هادي ملي كتبطرشوها كتحيدوا لها هاد اللعيبه هادي، عاد كترشوها كانت في الحمر، هادي دابا راه نفس غير هي في البيض. هادو ديال معطر الشهامه كيكون هو باك فيه بزاف ديال سميتو، باغ كونطخ هادو كيجيو فكرات كبار شويه، حيت كيف ما شفتو الحجم ديال هادي ماشي هو هادي. انا نقول لكم المفضل عندي بزاف فيهم احساس، الحماق على احساس، ريحتو واعره تقريبا، ما عمرني شميت بحالها في شي معطر. وصراحة كل مره كتجيني على شي حاجه. وكاين هذا الذهبي ديال العطور، النهار اللي كيكون جايين عندي الناس وبغيت نطلق البخور ديال العود وهذا كندير هذا. وكاين خلاص تاع عود مود، الا غنطلق البخور ديالو كندير هاد عود مود. كاين عاوتاني هاد معطر الشهامه ديال العود، هذا صراحه ما عمرني جربتو، هذا قاصح، هذا ريحه داك العود اللي كضر في الراس هو هذا. الناس اللي كيبغيو ديك ريحه العود مجهده، هذا العود، عود نيت، ريحه العود قاصح. هذا كي قلت لكم هذا سميتو معطر الشهامه عود، ها هو راه كيجي لومبلاج ديالو ماهو. وكاين هذا عودي، حتى هو دائما ديال معطر الشهامه. هادو كتكون فيهم السطر، وهادو فيهم 250 ايمل في الرابعه. غنشوفوا هاد عودي، هذا صراحه ما عرفتش كي نوصفو لكم، حتى هو فيه ريحه العود خفيفه شويه، هو بحال تقريبا بحال هادي، بحال هادي غير هو خفيف عليها، مهرسه شويه، ما قصحاش بزاف بحال هادي. يعني الا بغيتو الراي ديالي فهاد الثلاثي هذا، غنفضل هذا عليهم بالاف الدرجات ديال عود مود، ريحته زوينه. كي قلت لكم الناس اللي عارفين عود مود راه تقريبا نفس ريحته زوينه، ما كضرش. الناس اللي كيبغيو العود القاصح حيتعجبهم، اي يعجبهم هادو، اللي ما كيبغيوش العود القاصح كونوا على يقين ما يعجبكمش هادو. نصحكم احساس البنات، انا هاد الاحساس كنظن انه غيعجب الكل، ما كنظنش شي واحد ما غتعجبوش، زوينه الريحه ديالها. ونعطيكم واحد لاستيس باش تبقى لكم الدار ديالكم ديما معطره. انا شنو كندير، فاش كنمسح الغبره في الدار كلشي، كنشد واحد الطرشو كنرش فيه اي معطر ريحه اللي بغيت، وكندوزو على العود اللي عندي في الدار كامله. قولوا على يقين النهار كامل غتبقى هذيك الريحه عندكم في الدار. كي قلت لكم ما ترشوش ديريكت على العود، رشوا في الطرشو يكون ناشف، ودوزو بطبيعه الحال من بعد ما مسحتوا الغبره وكلشي، كتبقى الريحه في الدار نهار كامل. جربوا هاد لاستيس وردوا عليا. دابا ندوزو ليزاشا ديال بيب. اول برودوي هو هذا اكايس ديال ولا اكس ديال الزاج، هذا احسن برودوي استعملت لحد الساعه ديال الزاج، خديت فيه غير واحد ما لقيتوش،
هاد ميستر بي هذا خطير بزاف، زوين زوين زوين، كنستعملو بحال الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الصدى، وهذا كيحيد لي طاش ديال الصدى سواء في الفايونس. واخا هنايا دايرين غير كل حاجه هي اينوكس، لكن انا صراحه حتى في الفايونس كيحيد الصدى. المهم اي طاش صعيبه كيحيدها، كيحيد الكالكير من الروبينيات، من هذا من ليفي، بحال شكل ديال الجيف. الناس اللي هذا كيبقى رخيص، ولكن الناس اللي ما كاينش بهم بحال الناس تاع اكادير، انا ملي ما تيسالي ليا تناخد الجيف. عندي ديجا باقي عندي داكشي علاش ما خديتش منه بزاف. هذا كي قلت لكم ديجا بين ندير به ستوك، حيت ولا عندي زاج بزاف كثير في الدار ما لقيتش. عندي وحده خدامه بها على هادي دابا. خديت هذا جلداد ديال ديغريسون، هو باش كنمسح الفران البلاك بحال هكا الا كنت زربانه ما فيه لي يدير دوك الخلاطات الطبيعيه. خديت منه جوج، وكي قلت لكم دائما انا فيما مشيت للبيم راه كندير ستوك ديال هاد لي برودوي ديجا راه باقيين عندي. هذا راه ما تيخطانيش. هذا عرفتي اي طاش صعيبه عندكم في الدار يحيدها. هذا كنديروا لا راه كنت بارطاجيت معكم الطريقه باش تحيدوا داك الغمال ديال ماكينه الصابون في ديك الجلده في ديال الثلاجه، كذلك يحيدوا لكم بحال اعساكم الله لا شاص ديك السفوريه اللي كتكون فيه تالي فاش تبغوا تنعسوا تحت ما يبغيش يستعمل الطواليت، خويوه هكا وخليوه الصباح بلا ما تحكوا بلا ما والو، تلقوا لا شاص مشى كلشي. دوك لي طاش اللي كيكونوا خديت فيه جوج حيت باقي مازال عندي. هاد لي طورشون هادو احسن طورشون استعملت لحد الساعه، كاينين هادو ديال بيم وكاينين ديال بريكوما، دوك لي دايرين 80 درهم 86 درهم. هادو هما احسن طورشون لي استعملت، هادو كيجيو جوج ب 12 درهم. جبت دو باكي حيت ديجا باقي عندي. المهم داك لي بيسكوي وداك الشيء ديال هذا ما نهضروش عليه. وخديت هاد لي بروتيج باسبور، كان عندي ديجا ديال فيكتوريا سكريت وخسر ليا، وكان عندي صراحه غير بوحدي. خديت هذا لينا كاملين، فيهم الحمر وفيهم البلو سيال، انا والبنات خدينا لينا هكا الحمر تيجي سامبل. المهم حتى هي تيحافظوا على الباسبورات وصافي. وكي قلت لكم كيجي هكا سامبل، خدينا الحمر وواحد البلو سيال، ها هو تيجي حتى هو نفس الشيء. وخديت هادو حلو مقوني، قلت ما يمكنش ما ناخذهم، سورتو البخي ديالهم كان 100 درهم. هانتوما كيجيو هكا فيهم الكحل، صراحه ندمت ما خديتش جوج، خديت غير باكيه وحده، ما عرفتش واش واضحه ليكم ولا لا. يا حدايا بنتي ما جبتش يحرك لي في راسي مازال، لا حول ولا قوه الا بالله. يفيشي بليا فيه ولكن الشكل ديالهم زوين، وعندي ديجا لي فيسيل في هاد اللون سيرتو بحال الضياف، وهذا غتجي نحطها هكا زوينه. عجبني هذاك الديكرادي ديالهم هكا ابيض وغادي اللون وتي كري كحل هكا، الشكل ديالهم صراحه زوين. قلت لكم سته كانوا ب 100 درهم صافي، كانوا هادو هما لي زاشا اللي خديت، كانوا هميزات زوينين في بيم صراحه. باش مشيت الطبله ديال لابلاج بكريسياتها، شنو عاوتاني كنت شفت هذاك الغونجمون اولا هذا باش تتورغانيزي، والثلاجه دوك لي ترونسبارون كاينين، كاين دوك البلاستيك في الابيض في الغوز، كاينين هميزات بزاف الصراحه. ولكن ما كانش عندي كندير على حساب الدخول، ما عنديش الوقت باش نقلب وهذا صافي. جبت هذوك المملحات بقاو في الكوزينه في الساشيه الاخرى. المهم هادشي اللي خديت بالنسبه لي برودوي، تقريبا هادو هما لي برودوي اللي كناخد دائما في بيم، هادو ما تيخطاونيش. الزاج ديال البوطه وهذا اللي كنستعمل في الليفي ولي طاش ديال السطا، حتى هذا راه كيدار في السطا، وهذا كنستعملو كي قلت لكم الثلاجه لافيسيل حتى هي لبنت لي الجلده فيها شي طاش ولا اي طاس صعيبه عندكم باش تحيد. كاين الخضر وكاين هذا الصفر، ولكن كيبقى الصفر احسنهم، وهذا كنستعملو اي حاجه. هما جافيل هما دايرين بلي هذا راه جافيل جيل ودي بوشور، يعني شي حاجه الا مسدوده وهذا. وصراحه انا عمرني استعملته هكا،
طريقه الاستعمال اللي كنستعملو هي هذيك، كنغسل بيه هكا الفايونس لا فيه لي طاش ولا شي حاجه ولا شاص وكا ليفي، المهم على حسب. هادو هما لي برودوي ما تيخطاونيش نهائيا في بيم. نتمنى يا ربي يا ربي يشوفوا من حالنا ويديروا لنا شي بيم في اكادير صراحه هو اللي خاصنا. والحمد لله كيما كان الحال اكادير غادي تتحسن وغادي الضوء كيبان فيها. كي جاو كاين زوينين زوينين، ولكن فين نحطيهم؟ عندي لهم بلاصه دابا عاوتاني عاد نحول داك البلاكار كله نقلب نشوف كاين. الله يربي الله صراحة والله إلا ندمت لي ما شريت فيهم 12. خصنا نشري شي كوزينة أخرى. واش هاد الكوزينة؟ والله يسهل والله الرزق. خاص واحد البيت خاص بالمعان. اه عرفتي الأمنية ديالي إن شاء الله إن شاء الله الله يسهل إلا جاب ربي الرزق وسهل الله إن شاء الله ونبني شي دار. غادي ندير هذا الحلم ديالي، غادي ندير كوزينة صراحة. كوزينتي ما سخيتش بيها ولكن سهل الله فما حسن علاش، وغندير أكيد البيض غادي نديرو وغادي ندخل. انا كنقول لكم دابا الحلم ديالي كوزينه في البيض بحال السيستم نيت اللي عندي، وغادي ندخل عجبني المغرب في الحيط، ولكن هنا من هنا ديك الساعه فاش يسهل الله ان شاء الله ندير طريق ندخل شي حاجه جديده. المهم انا كنقول لكم دابا شنو، وغادي ندير حدا جوج بيوت، واحد كنقولوا قديما بيت الخزين غندير فيه غير السلعه هكا اللي كنتخدا، وهذا واحد البيت غادي نديرو عرفتي بحال دخلتو شي محل هكا كله غير دي زيطاجير غير هكا غير بالعود غنديرو ونحط فيه كامل المعلين ديالي. هذاك هو الحلم ديالي. تحولي للبارك اوكي مولاي والله عرفتي غندير انا على هاد القبال. صباح الخير بنتي اختي، على هاد القبال انا ندير واحد الطاج. قال لك الانسان مزيان يحلم. ندير واحد الطاج فيها غير كوزينه ومشتقاتها. بابا واش تجيبك؟ والله العظيم زعما شحال من حاجه شحال من حاجه هكا راه مازال شويه بشويه غادي نوريكم. حيت واحد الخطره واحد السيده شفت كيت انا بالتحديد عاوتاني نهضر معكم، واحد السيده قالت لي بغيت غير نسولك عافاك فين كتجري بحال الطواجن بحال، غادي نوريكم كلشي. راه انا ما عنديش اسباس في الدار ما خليتوش لونجمون ها عندي الكنابي ان شاء الله باش نبارطاجي معكم دورة الصالون وغنوريكم حتى هو تحت منو درت الماي درت فيه الماي بليا ما راه كنقول ما باقيش غادي نشري ونمشي نشوف الحاجه ونمشي للدار كاع ما نخداش وكنبقى كنقول شتي وكوين خديتها. وهاد الكيسان راه عرفتي كندور في بيم وكندور كنت ديجا كنت لقيت وحدين في بيم ملي كنت في مراكش في البيض وفيهم الذهبي وعرفتي ندمت عليهم وليومنا هذا ندمه عليهم. وفاش شفت هادو قلت ما غاديش نديهم وغادي ندم كما ندمت على دوك الاخرين سورتو البخي ديالهم. راكم عارفين هاد الشكل هذا كيكون شويه زايد في الثمن عندي انا بحالو في البيض سامبل، ولكن هذا الشكل عاوتاني هكا جا حلو واخا ما يمشيش ليا مع كلشي ولكن ماشي مشكل. عندي انا لي فيسيل في الكحل هكا وعندي شحال من حاجه غيمشي الدوغي غيمشي مع شحال من حاجه. داكشي علاش خديتو لارجونتي داكشي علاش زعما تخديتو خديت غير سته غير لينا حنايا في الدار. ايوا غنجاوب على بعض الاسئله البنات الله يعطيكم الخير. ما حتي تفكرت بالنسبه لواحد السيده كانت سولاتني على الكوزينه نيت محتنا في الكوزينات، كانت قالت لي واش تنصحيني بغات تقاد الكوزينه ديالها وقالت لي واش تنصحيني بالبيض ولا الكحل. شوفوا البنات انا واحد النصيحه غنعطيها لكم، راه البيض ما فيهش تماره، راه غير الانسان تيقول لك لا كيتوسخ دغيا بغيت نضل النهار كامل وانا كنمسح. كونوا على يقين البيض اول حاجه كيعطيك اضاءه في ليسباس اللي فيه كيبين لك ليسباس كبير، وثاني حاجه ما واعرش. اما النوار الكحل عرفتي غير نقصتو هكا بصبعكم غتبقى لكم البصمه فيه اخيب نوع هو النوار. الكحل صعيب 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 خصك هو اللي خصك غير هزه سميتو كتمسحي. انا هذا صراحه ما تعذبنيش يا مره كنهز طورشون كنمسح باش هكا كتبقى ليا ديجا حيت انا عندي هذا كلوسي فيه واحد تبقى بحال الساج من الفوق باش كتبقى ليا لافغيونس، ولكن الحمد لله انا بعدا ما عرفتش ما كيعذبنيش علاش حيت ما كنقولش مع راسي ديما انا كنقي ديما كنمسحو يعني ما غاديش نحتاج نهار فاش غادي نجلس وغادي نخمل الكوزينه.
انت عارفه انا كوزينتي راه نقيه ديما تنمسحها ديما كنقيها، وحتى في خاطري لداخل كنكون مرتاحه عارفه كوزينتي راه نقيه. فيما عندي وقيته كنهز الطونشو، ماشي بالضروره غنمسح كلشي اليوم مثلا، الله يجعلني نمسح غير جوج غدا عاوتاني جوج، اولا على سيمانه على 15 يوم. انا بعدا بحكم التجربه كان عندي في الاول في الكوزينه الماغون كان معذبني بزاف تمارة، وهذا وشفت انا النوار عند صاحبتي حتى هي كان عندها حيدات ودارت الابيض، وهي قالت لي عرفتي مقارنه الابيض بالكحل فرق كبير، الكحل هو اللي فيه تمارة كنقولوا ما كيبانش فيه الوسخ، ولكن هي اللي كانت قالت لي الاشكال ديال البصمه الصبعه الا حطها شي حد كتبقى. المهم بزاف الاسئله كتسؤال بالنسبه للابيسينا البنات، راني حاولت هكا نعطيكم في الفيديو، راه ما عندكم فين تشلو. انا ملي كنت غادي شديت الطريق لوطوروت ديال هذيك الطريق ديال طاغازوت لوطوروت، اون فوا كتساليوها كتزيدوا لقدام بحال غادي ل 25 هتردوا البال على يديكم اليمين هتبان لكم بلاكا فيها كومبينغ تير دوسيون، كومبينغ تير دوسيون، وهتبان لكم اي تفوتوا البلاكا بشويه تبان لكم الطريق على يديكم اليمين بحال تخرجوا من الشانطي وبحال تشدوا الطريق في الجبل تما فين كاين، غير زيدوا نتوما ما عندكم فين تشلاو، غير سيروا مع هذيك الطريق حتى تبان لكم على يديكم اليسار كاينه الدخله ديالو، راه غير تدخلوا. بالنسبه للمبيت سولتوني على المبيت، كاينين عندكم ثلاثه ديال الاختيارات، كاينه تجيبوا لاطونت ديالكم غتخلصوا 70 درهم لواحد الليله وكيعطوكم الضو كلشي كيدوزوا لكم ليكتريسيتي، كاينه 100 درهم للشومبر بالنسبه اللي بغاو لي شومبر، كاينه الشومبر ب 100 درهم وكاينه لابارتمون ب 600 درهم الماكسيموم 6 الناس، غير هو تريزيرفيو قبل، حيت حنا فاش مشينا نيتو سولنا وهذا كنا بينا نديرو لكم واحد الجوله في لي زابارتمون تشوفوهم، لقينا كلشي كومبلي، قالنا الويكند كيكون كلشي كومبلي واكثريه في غير الكور، داكشي علاش قلت لكم من الاحسن تريزيرف، غادي سيرو غير لجوجل ديرو تيغ دوسيون غادي يخرج لكم لي زانفو ديالهم. الناس كاع لي ما مخلطينش وبغيو يتفاداو المشاكل ديرو في الجي بي اس وتبعو، احسن ابليكاسيون بالنسبه ليا انا هي ويز، بالنسبه للجي بي اس كتعطيكم النعت اكزاكت صافي. شنو وبالنسبه اللي قلت لكم سواء طونت او لا شومبر او لا ابارتمون عندكم لاكسي لا بيسين فابور، ما غاديش تحتاجوا تخلصوا هذيك داك على الناس اللي غادي يعوموا اولا، داكشي علاش ملي كتجيو سيرتو ملي كتكون العائله اولا بحال نهار مشينا حنا وجدان دوك الفلوس اللي خلصت هي عليهم والفلوس اللي خلصت انا علينا، لو كان جمعناهم راه هي هذيك عطينا ليله في لابارتمون وحنا نيت ستاد الناس، ملي كون فكرنا فيها كانت غادي تكون احسن، ومن هنا نيت الانسان كيرتاح يمشي هكا غير الدخله كتدخلوا مع 12 نهار بحال سيستيم ديال لوطيل ماشي بحال لونجا فيلاج، لونجا فيلاج كتعطيكم 3 د العشيه حتى هي البنات زوينه 400 درهم الليله، كاينه 400 كاينه 500 على حسب شنو خديتو، واش ابارتمون ولا شنو خديتو، حتى هي صراحه زوينه فيها لا بيسين لي توبوغون هذا. المهم كيبقى لكم الاختيار، نحاول هكا مره نديكم البلايص هكا تكتشفوهم ولي يكونوا بثمن قل، وكي قلت لكم دائما ديروا هاد المقارنه الا كنتو خصوصا عائله كبيره بحال مثلا غنخلص واحد الثمن وغنمشي ندوز النهار ونرجع فحالي وكان هو ليكيفالون ديالو ديال لابارتمون، من الاحسن تشدوا لابارتمون منها حاطين حوايجكم طلعوا تكاو شويه وترجعوا يبات الانسان، حيت حدا البحر صراحه في الليل تيكون واحد الجو زوين كيرتاح شويه الانسان كيتسنت لذاك الكالم، ماشي بحال ديتي الطريق وجبتيها وكتجي عيانه. المهم هذا ما كان البنات، هنايا غادي نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحة البال، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، السلام عليكم.